مجددا ووفقا للمؤشرات الدولية تصل اليمن أعلى مراحل الخطر من حيث الأمن الغذائي، نحو 7 ملايين شخص مصنفون بأنهم في المرحلة ما قبل الأخيرة من المقياس الدولي للأمن الغذائي، والأخيرة هنا يقصد بها حالة المجاعة التي حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي من سقوط البلاد فيها. التحذير جاء بعد رصد المنظمة لما أسمته بظروف تشبه المجاعة في مناطق من تعز والحديدة، لحج وأبين وصعدة، وهي المناطق الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين. إنقاذ أرواح الناس والحفاظ على سبل معيشتهم يتطلب بشكل عاجل مساعدات إنسانية منقذة، هذا ما تقوله وتنادي به المنظمات الدولية على الدوام، كما تحتاجه وتفتقر له 80% تقريباً من الأسر اليمنية، وهذا أيضاً ما أكدته الأمم المتحدة عبر منسقها للشؤون الإنسانية في اليمن، حيث قال في تصريح أخير إن اليمنيين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون المساعدات الدولية، ما يصف التدهور الخطير الذي وصلت إليه الحالة الإنسانية في البلد بعد أن بات الانزلاق للمجاعة خطراً وشيكاً.